كمان برضو قرر مجلس إدارة أو الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أنه يدي اللعيبة الدولية راحة لمدة 3 أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية النهاردة 27 ديسمبر الحالي، استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية في الكاميرون. امبارح عقد كارلوس كيروش المدير الفني اجتماع مع الجهاز المعاون عبر تطبيق الفيديو كونفرنس بسبب تواجده بره مصر لقضاء أعياد رأس السنة أو الكريسماس مع عيلته. كمان تقرر أن تقام تدريبات الفريق يوم الخميس ويوم الجمعة اللي جايين يوم 30 و31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح، بيحصل بعدها اللعيبة على راحة يوم 1 يناير اللي جاي، وهيبتدي بعد كده المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير اللي جاي لغاية ميعاد السفر لمدينة جاروة الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يوم 11 ويوم 15 يناير. المقرر ان هيعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسامي النهائية لقائمة اللعيبة اللي هتشارك في البطولة قبل انطلاق المعسكر. المقرر برضو انه هينطلق او المنتخب بعد اول مباراتين ان شاء الله للعاصمة الكاميرونية يواندي لملاقات المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة. وبكده بقى خلاص خلصت اخبارنا المحلية النهاردة، نطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا.